هادشي هو صافي حنا غادي الطوموبيله كامله مقلاه لا ما دخلاتش كان دخلاتها شويه النص وجبدوها جبدوها من النص ديالها لكن راه شوف الزيت ديالها وداك الشيء الراديو تشور وكلشي كلشي طاح كلشي طاح كلشي طاح ولا الدراما ولا باقي حي بالك راه هو ولا باقي حي مريح ليه شن دا درام ساكن إذن متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وكيف ما كتشاهدوا معنا يا ربي السلامة عاوتاني كسيدة أخرى طوموبيل اللي تلاحش من ما تلاحش الحمد لله ولني كانت غادي تلاح لولا هذا الكرياج هذا صحيح بعد شوية هو اللي اعتق الموقف كيف ما قلنا السيارة اللي دخلت في هذا الكرياج هذا الباقي تقريبا ديال البارشوك وداك الشيء باقي كلشي هنايا باقي كلشي هنايا لحقاش كانت الله يحفظ كانت الله يحفظ كنا الله يحفظ نشوفوا الطوموبيل تلاحت هنا السوتيران اللي كان محبوس دابا الحمد لله راه الامور تقادت عناصر ديال الامن الوطني كانت تدخل في الوقت المناسب اللي خلانا نشوفوا الحمد لله ان السيركيلاسيون مزيانه دابا خصوصا اننا كنعرفوه انه يوم السبت تقريبا كاع الناس وبزاف ديال الناس خارجين الاشاش كيف ما قلنا ديال السياره هنا الزيت كنشوفوا الزيت ديالها وداك الشيء غنشوفوا تشاهدوا معنا متابعينا الكرام الحمد لله الزيت باقي عايش الكرياج هو هذا كيف ما قلنا عناصر ديال الامن الوطني اللي التحقات في المكان في الوقت المناسب الحمد لله حتى السيد ما وقعتش ليه شي حاجه اللي هي خيبه دائما مزيدا من الحيطه والحذر دائما كنبغيو نقولوا مزيدا من الحيطه والحذر حتى السيد دابا كيقول لك ان الطوموبيل هي اللي خرجت ليه خلاته يدخل في هذا الكرياج هذا الطوموبيل كانت تطيح ولكن ما طاحش اذا كيف ما قلنا مزيدا من الحيطه والحذر هذا الشيء إذن متابعينا الكرام إلى ذلك الحين كنشكركم شكرا لكم شكرا لكم مزيدا من الحيطة والحذر الله يحفظ الجميع إلى اللقاء.